أجمل صناعة يشهدها الوطن العربي، صناعة الأمل. هذه الصناعة الأبقى والأغنى من نوعها. مهيرة، قصتنا هذه بدأت بسلويشة وانتهت بمؤسسة، كيف؟ فلنشاهد. يواجهون أزمة غذاء لا جعلهم يتسربون من التعليم. ما هو فاقد الله في المدرسة؟ يوميا بيكون في طفل جعان أول حد يحس به قبل أمه وأبوه الأستاذ. في تلميذة جيب قارورة مياه جيب فيها بواقي الخبز وعند غنم الجيران كان طبع عليها الماية تخجها وتشرب. صراحة دي الحاجة اللي أنا حبشتني. كلمت والدتي في البيت إنها تعمل بعض الطعام، كلمت بتاع الفرن اللي جنبنا حتى هو يتبرع. بدينا بلشنا بعشرين سندوتش. المشروع ده بديناه في سيارة فقط. الناس بيجي تحضر المدرس يتعلم. عملنا تجربة بسيطة إنه جبنا كنب وسبورة على الشارع. وسع كويس مع الثاني ده يطلع تقرأ. تجي الصباح تقرأ وتمشي شغلك. يتم حشي الفول والسندويتشات وتتشال وتمشي للأطفال. أنا أقول لك أخونا فارزة إحنا ما نعتبره الله سبحانه وتعالى بنى علينا به وقوة كهدية أدانا لنا من الكهدين. بدون مغامرة يعني أنا اللي أشكرهم مش هم اللي يشكرون. والله لكم الحمد لله ولما السلف بالفرد إحنا نقدر الخير ده برا ناس عريانين تسامح. أتمنى إنه نحن نقدر نستغل الموارد الموجودة في السودان لمصلحة أبناء السودان، لأن السودان هو وطن هو سلة غذاء العالم. يعني حرام السودان. فالتعليم يبدأ بهزيمة الجوع أحياناً. فارس علي من السودان صاحب مبادرة التعليم مقابل الغذاء. سؤال حضرتك من الأستاذ تركي الدخيل مدير عام قناة العربية. تفضل. فارس مرحب بك. أهلاً وسهلاً. مرحب بك. أنت بالفعل يا أخ فارس حقيقي تقف أمام يعني
فارس الأمة العربية الشيخ محمد. قد يبدو فارس من مشروعك العظيم اللي انت عملت عليه انه انت فقط تطعم افراح الفقراء، لكنك ايضا مشروعك ملهم لانه عاد الطلاب الى مدارسهم. 8 أعوام، ما الذي تعلمتها من خلال هالأعوام الثمانية؟ تعلمت انه نحن كشعوب عربية عندنا كل الإمكانيات، لو عندنا مؤمنين بفكرة وعندنا إرادة وعندنا إدارة فنحن هنكون زي شيخ زايد وزي الدكتور اللي كان، ودي حاجات الحقيقة اللي علمناها. والفكرة كانت بدت بسيطة، يعني الحاجة اللي تعلمتها تاني إذا كان في مشكلة بدل تسب الظلام أبدأ. يعني أنا بديت ب20 سندويتش قبل 8 سنة، الآن بنتكلم عن 35,000 تلميذ، 40 مليون وجبة، والهدف طبعاً مش هو الجوع الجسدي، الهدف هو الجوع الفكري. يعني الهدف إنه نحن ننقل الشباب ديل بواسطة التعليم، بواسطة نحفزهم بواسطة السندويتشات عشان يجوا التعليم، عشان التعليم هو أساس نهضة الأمة. فدي الرسالة الحقيقية اللي أنا تعلمتها. ولعله الآن الصورة، يمكن قبل شهر أقابل لجنة الحكم هنا الصورة شوية ما كانت واضحة لأنه ما كان في حاجة واضحة، لكن لما جيت قابلت اللجنة قبل شهر وقابلت، مش بتكلم عن الأشخاص الكبار، مش بتكلم عن فارس الأمة، أنا بتكلم عن حتى أصغر المتطوعين فاطمة وصفية وروية ومنى ومحمد عمران، كلهم أنا كنت أشوف فيهم الشيخ زايد كلهم. وعشان كده أنا تعلمت يا أستاذ تركي إنه العقل الجمعي إذا بتاع الأمة بقى زي العقل الجمعي بتاع الإماراتيين فنحن أكيد هنحقق فوز ومحبة ونصر. شكرا. شكرا فارس علي، أصيل وقمت بأشياء أصيلة لمساعدة أبناء بلدك. شكرا فارس علي، وشكرا لكل صناع الأمل اللي أنا اليوم أعتبر